تجربة ديمقراطية تصلح لأن تكون نموذجاً للعالم، هكذا قرأ رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي مشهد الانتخابات الرئاسية. لقد أنجز الشعب العربي السوري امتحانه الديمقراطي بامتياز، لقد سطر تجربة ديمقراطية بأبهى صورها يصلح أن تكون نموذجاً للعالم. مناصرو النظام كانوا سارعوا إلى الابتهاج بالفوز منذ اللحظة الأولى لإعلان النتائج التي حصل فيها الأسد على 88.7% من الأصوات بنسبة مشاركة بلغت 73.5%. الشارع حافظ الأسد وبارك فيه سيادة الرئيس بشعبه وكل مواطن فينا. نحيي سيادة الرئيس سيد الوطن. نحن نازلين عشان ننتخب الرئيس، الله يخلينا سيادة الرئيس دكتور بشار حافظ سليمان الأسد. رصاص الابتهاج سقط فيه 10 قتلى، 7 من بينهم في دمشق و3 في حلب واللاذقية وطرطوس. في مقلب المعارضة عالم آخر ومقاربة مختلفة. برأيي أنا لازم يجيب 99% شخص مثل بشار الأسد تحكم برواتب الموظفين وجبرهم يروحوا ينتخبوا حتى يقبضوا رواتبهم، أكيد بده يجيب هالنسبة. وبنظر الائتلاف المعارض الانتخابات غير شرعية والثورة مستمرة.